فيديو بس سجلناه من القناة ونحن في قمة الفرحة بانتصار الزمالك، مع كامل التقدير لبيراميدز طبعا، له مني كل التحية والتقدير. ولكن فعلا كان هناك، انا غير مشجع على فكرة، ما ولا بشجع الاهلي ولا الزمالك، ولكن بجد انا النهاردة كنت بشجع الزمالك بحرارة وبقوة لسببين: ان الزمالك يحتاج مثل هكذا مباراة ليعود الى مجد فقده. الحاجة التانية، هذا المجلس كان هيفرق معاه جدا الفوز بعد القرارات النارية التي اتخذها لإصلاح الحال المائل داخل نادي الزمالك. خلينا نشوف الفيديو، تفضل يا استاذ احمد عيسى. لا يا جماعة، يا جماعة بصوا، انا هذيع الفيديو ده، لا اقسم بالله كده، ده مش عمره كل اسبوع، ده عمره كل يوم، والله العظيم ابدا، ده حرام. يعني انا الوحيد يا جماعة، انا الوحيد قلت الزمالك هيفوز بركلات الجزاء والاهلي على سيراميكا 2. لا 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 كده، لا كده، لا يا جماعه، اهو مبروك للزمالك. انا فرحان للمبادئ، فرحان للقيم، فرحان ان النهارده احلى مباراه بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي 4-4 في تاريخ الكوره. مليون مبروك للزمالك. وسعيد عبد العزيز خسر الرهان والخروف، الاستوديو كله خسر الرهان. تحياتي، ونلتقي في الاستوديو. لا ما هو ابا سعيد يا دوبك خروف. ليه كده يا سعيد؟ انت بتيجي من عمره، يعني انت جاي من عمره. لا المهم سعيد يقعد يقول لي توقعك ويقول لي انا هقول كذا وانت كذا كذا، ويجي يخسر يقول لي اصل الرهان حرام. بص احنا ما اختلفناش من السنه اللي فاتت يا كابتن وجيه، والله كابتن حسين، يجي لحد دقيقه 90 هو خسران في الوقت الضايع، ما اعرفش دي يعني ربك. الله ونعم بالله. طيب ماذا لو ان اوسيريو في الملعب؟ بس والنبي تتكلموا بما يرضوا الله، انتوا معتمد حقه. لا هو بص، هو اولا انا يعني عشان نتكلم على الزمالك، انا طبعا يعني عشان مش يعني مش عايز اتكلم على الزمالك قوي، عشان طبعا انا مش هقول انا مش زملكاوي، لكن انا مبسوط اولا بـ 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 بالانضباط اللي موجود من مجلس الاداره. تمام. مبسوط باداء اللعيبه والروح والعدل اللي بقى موجود في الفرقه. زي ما كابتن وجيه بيقول، ربنا ممكن سبحانه وتعالى ممكن تبقى الامكانيات مختلفه او السكواد هنا كابتن حسام او هنا اعلى شويه، لكن بالعدل والانضباط بتكسب. صح. واللي حصل النهارده ده بيدل ان نادي الزمالك ما بيقفش على لعيب، يعني اي لعيب بيفكر ان هو اعلى من نادي الزمالك، لا اظن ان النهارده عبد الشافي يعني نجم المباراه بعد فتره كبيره جدا من الزمالك بلا منازع. بعد ما نزل يعني حاجه يعني كل تغييرات معتمد كانت سليمه. هو الواضح ان هو كان مركز جدا في المباراه، واضح ان هو، وعلى فكره من حقه، يعني احنا لسه بنتكلم، انت بتقول دلوقتي من شويه ان في مدير فني جاي. انا شايف بقى ان من حق معتمد جمال ان هو راجل النهارده كسب مباراه صعبه جدا، خد بالك بيراميدز من الفرق التقيله جدا. طيب معلش انا هستوقفكم عند نقاط معينه انتوا بتقولوها، بما انك انت قلت الزمالك لا يقف على لاعب، اخدك لاول فيديو من المدرجات، الزمالك ما بيتهددش، حق النادي ما فيهوش معلش. يلا سمعنا يا باشا. الكابتن حسام خد من كلام الكابتن سعيد عبد العزيز وقال لك يا جماعه يعني محمد عبد الشافي مان اوف ذا ماتش بلا منافس، وعجبني الكابتن حسام قال لك وبعد فتره غياب. تخيل انت، وكان الناس حاسه اكتر من المحللين بتوعنا ومن نجوم الكوره. بص الفيديو اللي معانا التاني، جمهور الزمالك، وتحيه خاصه لمحمد عبد الشافي يا كابتن حسام. لا تحيه انا مني لعبد الشافي تحيه كبيره جدا. عبد الشافي طول عمره من ساعه ما كان في انبي وراح غزل المحله واحترف في اهلي جده ورجع الزمالك تاني وراح الزمالك وكل كده، لا عبد الشافي لعيب كبير كفنية، لعيب كبير تمام على مستوى الاحترام والادب، لا مستوى الاخلاقي كمان. عبد الشافي حاجه جدا، مستوى الاخلاقي يعني حدث ولا حرج مع عبد الشافي.
راجل بعد فتره تقريبا حتى هو رجع من الاعتزال، يعني كان المفروض هو اخر موسم السنه عشان القيد، الموسم اللي فات كان خلص. الراجل لما قالوا له لا كمل عشان عندنا نقص في العدد ونقص في القيد، فالراجل كمل. الراجل بعد تقريبا سنه كامله ما لعبش كوره، النهارده نازل يعني كأنه رجله في الملعب بقاله 10 ماتشات. طيب نشوف جمهور الزمالك، وتحيه مننا كلنا ومن كل الزملكاويه لشيفه المحترم. طبعا كمان كابتن وجيه، يعني اتكلمت انت عن العدالة، الجمهور برضه قال لك الزمالك فوق اي لعيب وكانها رساله لحسين لبيب ومجلسه وكل الدعم لقائد الفريق. الناس النهارده كانت رايحه يا كابتن وجيه توجه رساله دعم للانضباط والمبادئ والاخلاق. طبعا ده برضه اللي جناه مجلس اداره الاتحاد، مجلس اداره الزمالك نتيجه القرارات اللي خدها، فبرضه ربنا ما ضيعش تعبهم، فعشان كده كسبوا مباراه مهمه ومباراه صعبه طول قبل النهائي في كاس مصر، ومباراه تحس يعني انا عايز اقول رغم ان فرقه بيراميدز مطرود منها واحد، ما تحسش ان في حد مطرود، ده دليل على قوتها. كون الزمالك يكسب فرقه زي دي. كريم شحاته معلق المباراه عجبني جدا وهو صديق عزيز، النهارده قال مصطلح قديم ولكن حدثه، قال لك يا جماعه احنا مش في مباراه كوره، احنا في سد رده. فعلا يا استاذ عبد الناصر. طبعا مش جون، يعني مش هجمه دي، جون جون هنا، هدف هنا وهدف هنا، هدف هنا، الانفراد هنا، حتى الفرص هنا. حتى الفرص اللي ضيعها اداء كان مميز الحقيقه، مباراه رائعه ومباراه كبيره جدا، تليق باسم نادي الزمالك وتليق باسم بيراميدز وتليق بدور قبل النهائي، وان شاء الله نشوف نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك مباراه كبيره باذن الله تعالى. نشوف الزمالك فوق اي لعيب، وكل الدعم لشيكا قائد الفريق. يمكن الكابتن حسام واحنا بنسمع هتافات وزئير جماهير الزمالك اللي كان نفسي وكنت اتمنى تعرفوا المباراه دي لو مفتوح فيها الجماهير يا جماعه، كانت دخلت موسوعه الكره العالميه باقتدار. كابتن حسام بيتكلم دلوقتي لسه انا وهو والكابتن سعيد، بيقول كمان هم راحوا باليافطه دي التدريب الاخير، وشيكابالا وقف اتكلم معاهم على غرار فريق نابولي لما راح يسمع لقيادات الجماهير ويحفزهم قبل المباراه. قرارات مجلس إدارة محترمة، التفاف جمهور حواليها، جمعية عمومية في النادي على قلب رجل واحد خلف هذه القرارات، ده كله وداك لأنك أنت تشوف المشهد ده. ولكن خلينا نبقى منصفين، الهتاف اللي جاي أنا بس عايز أقوله ووديه بس مع عتاب وموعظة. كابتن سعيد، يعني مهما كنا زعلانين من لاعب أخطأ، لابد أن يبقى عندنا مقدرات للسن، ولازم تبقى عندك حاجة، ابنك وشت منك أو انحرف، ده وارد، كلنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى حسن التربية. نفترض ابنك غلط، أنت ما بتذبحوش لكن بتعاقبه وتحنو عليه. أنا لا أدافع عن فتوح وبختلف مع الكابتن حلمي طولان في دفاعه عن التلاتة، يعني أنا بختلف مع صديقي العظيم الكابتن حلمي طولان وضد إنه يقول إن المجلس تسرع في التعامل مع أزمة فتوح والزناري ومحمد صبحي، لأن يا كابتن حلمي أنت من رجال المبادئ والمبادئ لا تتجزأ، فأنا ضد كل الكلام اللي قلته في هذا الإطار أيا كان، وضد إن الجماهير يا كابتن سعيد تقول جمهور الزمالك بيقول يا سكران افتح عينك زي ما عملناك هنعمل غيرك، أبدا، لأن يا جماعة قبل كده عندما اتهم فتوح بده اتعمل له تحليلات وأثبت إن هو سلبي، والتحليل اللي اتعمل من جهة يعني لا شك ولا غبار على تحليلاتها، ولكن عملية طلع إزاي أخطأ ولابد من استكمال العقاب. مش الاكتفاء، الاستكمال العقاب، ولكن في النهايه في اسر يا كابتن، وله اخوات بنات واخوات ولاد، وليه يمكن خطيبه او زوجه، ما عرفت اذا كان مرتبط ولا لا،
نحافظ على الشعراية بتاعة البيوت يا جماعة أرجوكم. تعليقك يا كابتن سيد. أولا يعني هنضرب مثل بقى خلاص تعرف ان هو فتوح خلاص لكن هو اسمه صريح صريح، لكن انا شايف ان الفيسبوك يعني سبب من الاسباب اللي احنا فيها دلوقتي يا كابتن وجيه يا كابتن حسام. الموضوع بقى صعب جدا يا كابتن، يعني اي حاجه دلوقتي بتعرف بتتكتب عادي جدا والناس بتقرا، يعني المفروض الحاجات دي احنا زمان يعني ما كانش فيه الكلام ده خالص. انا شايف ان فتوح لسه ولد صغير، مع احترامي طبعا لكابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طبعا مدربي طبعا في منتخب لفترات كبيره، يعني لازم يبقى في طالما عندك امكانيات وفي عدل وفي نظام والتزام، يعني خلي 90% يقين في اللي انت هتكسب حتى لو اللعيبه قليله. تمام، طب نسمع الهتاف. اتفضل يا استاذ احمد عيسى. كمان اخد الهتاف اللي بعد ده، كان مش عايز اعلق كتير برضي لان فتوح كان له نصيب كبير اكتر من الزناري ومحمد صبحي. ما اعرفش يمكن انا حد كان بيسالني في احد القنوات العربيه في لقاء كده بالاقمار الصناعيه، فقلت له يعني انا بالنسبه لي الزناري اول مره اعرف في حياتي ان في لاعب اسمه الزناري في الزمالك. اقسم بالله ما يزعلش مني يعني لو كامل الاحترام والتقدير، بس انا والله العظيم ما شفته وما اعرفش، يمكن قصور مني اكيد، ولكن والله اول مره اعرف ان في لاعب اسمه الزناري في لكن محمد صبحي هناك علامات استفهام كثيرة، ولكن برضي كان بعادل ومنصف لا ترقى إلى أن يتهم أنه يبيع مباريات أو يخش في رهانات، لأن دي يا جماعة زمم وليس عليها لا دليل مالي مادي ولا معنوي، لأن دي الاتهامات دي بتودي النيابة. فرفقا بالناس خلينا نسمع هذا الهتاف. دي الجماهير كانت بتطمن على سيد نيمار. احنا كنا بنسال احمد سامي حتى بعت له قال لي لغايه دلوقتي التشخيص ما عرفوش. طبعا الدكتور محمد اسامه كله في فرحه دلوقتي ونيمار اتنسى اصلا. بس ايه القفشه دي اسمها تقل في الكوره؟ يعني فجاه مسك رجليه الاثنين وما قدرش يقوى على القيام ولا الحركه وطلع على العربيه. طبعا هيتعمل له اشعات وفحوصات. ده في الكوره اسمه تقل يا كابتن حسام، ولا احمال زياده ولا ايه؟ بص يا كابتن ناصر، هو سيد نيمار لعيب صغير في السن، المفروض ان الحاجات دي يعني بتاخر معاه شويه، المفروض يعني حاجات الشد اللي بيجي له ده والارهاق والحاجات دي، لا يعني المفروض دي يعني تاخر معاه شويه. بس هو عشان بقاله فتره كبيره ما كانش بيشترك بشكل مستمر في المباريات، والنهارده كمان مباراه عليها حمل نفسي وحمل عصبي. ايوه اكتر من الفنيات، اكتر عصبي اكتر من الفنيات، وموقف نادي الزمالك اللي هو قبل المباراه عامل حمل على اللعيبه كلها، وهو برضو يعني ولد صغير، فكان النهارده كان ما شاء الله عليه كان بيجري كتير جدا. تمام. كمان كابتن معتمد في الطريقه اللي كان بيلعب بيها كان بيلعب خمسه ورا، فهو كان واخد الخط كله هجوميا ودفاعيا، فدي برضه عملت عليه حمل برضه. كابتن حسام هو كان بقاله فتره ما بيلعبش اساسي على طول، فالنهارده جه جهاز جديد فعايز يثبت للناس ان انا بأدي كويس اهو، عشان المدرب اللي كان قبل كده ظلمني وما بيلعبنيش والكلام ده، فدي وارد جدا ان هو عامل عايز يبذل قصارى جهده عشان يكون بعد كده في الماتشات اللي بعد كده هو بدا قصارى جهده. على فكره ان خلي بالك في ناس كتيره يا كابتن سعيد مش مقتنعه اصلا بنيمار، وبتقول يعني ان كان هو ولا حسام عبد المجيد اقل من انه في الزمالك، ولكن ظروف القيد، ولكن في الاخير يعني هو مراوغ جيد، ولكن في النهايه الزمالك يحتاج الى خط دفاع كامل بصراحه عشان ابقى منصف. يعني حتى المصريين ما بيرحموش. قبل ما اخد صديقي الكبير والعظيم معالي الدكتور سيد عيسى على التليفون، المصريين ما بيرحموش في الكوميكسات والنكت يا جماعه. قال لك ايه قبل المباراه الناس قالت من غيابات الزمالك سيتاثر بغياب محمد عبد الغني، اللي تاثر بغياب محمد عبد الغني بيراميدز مش الزمالك. فالمصريين ما بيرحموش حتى في الفكاهه، يعني الفرق الكبيره جماهيرها ما بترحمش،
ولا تقبل إلا الانتصار.